حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية ومن الصحوة نت، الحكم بالسجن 25 عاما على رجل وزوجته في عدن. من المشاهد نت، موقع إخباري يفتح ملف تعيين الأقرباء في أجهزة الدولة، أسر موظفة بالكامل. وفي أخبارنا المنوعة، لماذا يختار كثيرون إقامة جنازات لأنفسهم وهم أحياء؟ أهلا بكم. الموظف في مطار عدن والذي وثقت كاميرا عملية تعرضه لصعق كهربائي أدى إلى وفاته على الفور كان ضحية لعطل تعرفه إدارة المطار، وفقا لموقع عدن الغد والذي عنوان مسؤول بمطار عدن يؤكد أن إدارة المطار على علم بالعطل الذي راح ضحيته أحد الموظفين. ورفعت مديرة مراقبة العمال في محطة عدن هناء قائد أحمد بلاغا إلى المشرف العام للسلامة في مطار عدن الدولي بشأن حادثة وفاة لطفي إبراهيم شماخ العامل في مطار عدن إثر ماس كهربائي في صالة مغادرة المسافرين بالمطار. وفي البلاغ الذي رفعته هناء قائد أحمد مديرة مراقبة العمال في محطة عدن قالت: نفيدكم علما بأن المذكور أعلاه توفي إثر ماس كهربائي في مروحة أرضية بصالة مغادرة المسافرين. وقد أفاد الموظفون بأنه تم إبلاغ إدارة صيانة المطار منذ أكثر من شهر بالخلل، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء نتيجة للإهمال الذي يتنافى مع مبدأ الأمن والسلامة داخل المطار. حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي وهيب فضل وعضو النيابة ماجد قاسم بالسجن على رجل وزوجته بتهمة حيازتهما واتجارهما بمادة الحشيش المخدر، وعنون موقع الصحوة نت: الحكم بالسجن 25 عاما على متهمين بالاتجار بالحشيش المخدر في عدن. وقال الموقع: إن الأجهزة الأمنية في نقطة تفتيش العلم الواقعة بين محافظتي عدن وأبين ضبطت المتهمين بسيارتهما وبحوزتهما 99 كيلو من مادة الحشيش المخدر. وعبر رئيس النيابة الجزائية بمحافظات عدن ولحج وأبين القاضي محمد علي صالح عبر عن تقديره للقوات الأمنية في نقطة العلم لقيامها بضبط عدد من العناصر الخارجة عن النظام والقانون والمجرمين الذين يتاجرون بالمواد المخدرة الخطرة على حياة المواطنين. الجدير بالذكر أن النيابة الجزائية المتخصصة وبناء على توجيهات النائب العام قد قامت خلال الفترة من 8 نوفمبر 2018 حتى يونيو الماضي 2019 قامت بإتلاف 2761 كيلوغراما من مادة الحشيش و34 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدر. هل توقفت الحرب العالمية الثانية بين الأضداد؟ بهذا السؤال عنون قيس النوري مقاله المنشور في موقع نبض. وقال الكاتب في أجزاء من المقال: منذ تبلور الهيكل السياسي للدولة بمغادرة البشرية الأشكال البدائية للعلاقات بين المجتمعات، ترسخ مبدأ الصراع بين الوحدات السياسية متخذا صيغا متعددة تعبر عن المصالح وتتطلع لتحقيقها. وصلت ذروة الصراع إلى صدام مسلح عبرت عنه حربان عالميتان راح ضحيتها ملايين البشر، ثم انبثاق منظمة أممية على إثرها تمثلت غايتها ليست فقط في منع الحرب وإنما بترسيخ هيمنة الخمسة الكبار على المسرح الدولي فيما أطلقوا عليه بمجلس الأمن ليمارس بصلاحياته المانعة كبح أي مسعى يتجاوز تطلعات هؤلاء الكبار. ترسخ هذا الواقع في العالم عندما توقفت المعارك الفعلية للحرب العالمية الثانية، لكن السؤال: هل انتهت الحرب فعلا؟ في الواقع لم تتوقف الحرب بين الأضداد، وإنما اتخذت ألوانا وأساليب أخرى، حيث ظل رفض فكرة مساواة الدولة مع دولة أخرى هو السائد في حركة السياسة الدولية. هذا الهاجس وظف واستخدم وسائل متعددة، منها سطوة البنوك الدولية والاستخبارات ومافيا المخدرات وتجارة الأسلحة، وأصبح لكل دولة عظمى جهازها الأيديولوجي يسوق لها أفكارها بالضد من دعاوى الدول الأخرى، مستخدما متغيرا جديدا تمثل بالإعلام الموجه، الدعاية السوداء وأساليب الحرب النفسية الذي نجح في أن يجعل من الذبابة فيلا. لقد تساوى الغرب والشرق معا في طبيعتهما الاستعمارية والنزوع للهيمنة مستخدمين مختلف الأساليب التضليلية والعلنية معا، بعضها بغطاء أيديولوجي والآخر بالتلويح بمباهج الرفاه، والهدف دوما توسيع النفوذ والسيطرة على الموارد، وهو نزوع
يهدد البشرية بحرب تدميرية ما دام مبدأ المساواة بين الدول مغيباً. باتت ظاهرة تعيين أقارب كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية في وظائف عليا بالدولة تثير القلق من تحول المؤسسات الحكومية إلى إقطاعيات عائلية تسيطر على مفاصل الدولة وتستنزف مقدراتها. وفقا لتقرير نشره موقع المشاهد نت بعنوان أبناء وزوجات وأشقاء، توظيف الأقارب فساد يثقل الدولة، وأصبحت الروابط العائلية أو المصالح الشخصية معايير أساسية للوصول إلى الوظائف العليا في اليمن، رغم أن الحصول على هذه الوظائف حق يكفله الدستور اليمني لأي مواطن وفقا لمبدأ العدالة والمساواة في تولي الوظائف العامة. وأفرزت ظاهرة التوريث طبقا للموقع في المناصب العليا قائمة موظفين من أبناء وزوجات وأقارب المسؤولين الحكوميين الذين تغلغلوا في السلك الدبلوماسي والعسكري بهدف الحصول على الامتيازات المالية والوظيفية على حساب المصالح الوطنية العليا. واستغل عشرات المسؤولين في الحكومة اليمنية مناصبهم لتعيين أبنائهم وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية في مناصب هامة بالدولة، ما يستدعي سن أنظمة صارمة للحد من هذه التجاوزات التي تنخر المؤسسات الحكومية. ويريد الموقع نموذج لإحدى العائلات والتي وصفها بأنها حازت نصيب الأسد، فالأب وزير والابن ملحق تجاري بإحدى السفارات، وشقيقه الآخر موظف كبير في مكتب رئاسة الوزراء، وأحد الأبناء أركان حرب لواء، والابن الآخر ضابط ارتباط في غرفة العمليات المشتركة. يفتتح موقع المصدر أونلاين موضوعه حول انعقاد جلسة في مجلس الأمن الدولي حول اليمن بالكثير من التساؤلات، ويعنون إحاطة الفرصة الأخيرة بمجلس الأمن، ماذا سيقول جريفيث؟ وهل سيواصل تسويق الوهم رغم فشل مهمته؟ مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بشأن اليمن، يستمع خلالها إلى إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن جريفيث. المبعوث الأممي بدوره دعا عبر حسابه أو حساب مكتبه في تويتر وفيسبوك لمتابعة البث الحي لإحاطته لمجلس الأمن في 18 يوليو في تمام الساعة 17:00 مساء بتوقيت اليمن عبر موقع الأمم المتحدة. وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد ساعات من زيارات خاطفة قام بها المبعوث الأممي إلى العاصمة السعودية الرياض وصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وعبر جريفيث عن امتنانه للرئيس وحكومته على التزامهم باتفاق ستوكهولم، كما قدر دعم الرئيس هادي الشخصي لإيجاد حل سياسي للنزاع في اليمن. ولم يشر المبعوث الأممي عبر حساباته في موقع التواصل الاجتماعي إلى زيارته التي قام بها الثلاثاء لصنعاء ونتائج لقائه بقيادة الحوثيين، كما لم يتطرق موقع أخبار الأمم المتحدة للزيارة، لكن جماعة الحوثيين أعلنت لقاء جريفيث بزعيمها عبد الملك الحوثي. الصين تقوم بغسل أدمغة أطفال الإيغور، إلى متى سينظر العالم إلى الجهة الأخرى؟ تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الواشنطن بوست افتتاحيتها التي تحدثت فيها عن أطفال الصين، وقالت الصحيفة: الأدلة الجديدة التي تظهر باستمرار على أن الحملة الصينية لإبادة ثقافة وتقاليد المسلمين الأتراك ومعظمهم من الأيغور في منطقة شينجيانغ أصبحت تتضمن أيضاً جيلاً من الأطفال والشباب، وبينما يتم نقل آبائهم إلى معسكرات الاعتقال التي تطلق عليها السلطات الصينية مجازاً اسم مراكز التعليم المهني، يتم اقتياد الأطفال إلى مدارس داخلية خاصة ودور للأيتام، وفي هذه المدارس يستطيع الأطفال تسجيل الوصول لكنهم لا يستطيعون المغادرة. ويضيف هذا الجهد الشامل لإنشاء نظام منفصل لغسل أدمغة الأطفال وسجنهم إلى الأدلة على أن الصين ترتكب جريمة إبادة ثقافية جماعية في حق الأيغور. تم إجبار ما يصل إلى 1.5 مليون شخص من البالغين في شينجيانغ على دخول المعسكرات، حيث تحاول الصين إعادة تثقيفهم ليكونوا جزءاً من الأغلبية الصينية من عرق الهان، ومحو لغتهم وتقاليدهم وثقافتهم واختيال هويتهم بشكل أساسي. وقد نفت الصين في البداية أن هذا ما يحدث، لكن الأدلة التي لا جدال فيها شرعت في الظهور
في العام الماضي أو نحو ذلك، على أن الصين تحاول محو عقلية شعب بأكمله. وتتضمن هذه الأدلة شهادات من شهود العيان وصور الأقمار الصناعية التي تحدد أماكن المعسكرات الجديدة. في النصف الأخير من العام 2018 بدأت أدلة جديدة في الظهور على أن أطفال الإيغور أيضاً يتم امتصاصهم إلى آلة لغسل الدماغ. بعد الجمود السياسي الذي ساد على مدى الأشهر الماضية بحسب العرب الجديد، جاءت اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار برعاية الأمم المتحدة لتحرك المياه الراكدة بشأن الاتفاق المتعثر منذ أشهر حول الحديدة. وفي ظل إعلان الجانب الأممي عن تحقيق تفاهمات غير مسبوقة أشار إلى بعضها طرف المحادثات، ومع ذلك فإن تباين المعلومات بشأن التفاصيل وتوقيت الإعلان عن هذا التقدم والذي تزامن مع التمديد للبعثة الأممية يحد من التفاؤل ويبعث المخاوف. وعلى مدى 48 الساعة التي أعقبت الإعلان الأممي عن اتفاقات جديدة توصل لها الطرفان في الحديدة، أكدت مصادر محلية للعرب الجديد أن خروقات وقف إطلاق النار تواصلت على مختلف جبهات الحديدة وعلى الوتيرة المعهودة ذاتها، والتي تتبادل القوات الحكومية ومسلحو جماعة الحوثي الاتهامات بشأنها. تضيف الصحيفة أن بيان الأمم المتحدة عن حصيلة الاجتماع تضمن العديد من النقاط المثيرة، أبرزها الإعلان عن أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المتبادل للقوات، وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القادة السياسيين المعنيين للمباشرة بالتنفيذ. لكن البيان نفسه جاء ليكشف عن استمرار الأزمة بشأن المواضيع الخلاف المحورية المرتبطة باتفاق الحديدة، إذ ذكر أن التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي. في التصفيات المؤدية لكأس العالم في قطر 2022، كما يقول موقع قناة بلقيس، وضعت قرعة التصفيات المشتركة لكأس العالم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الرابعة في مواجهات صعبة مع السعودية وأوزبكستان وفلسطين وسنغافورة. وكان المنتخب قد بدأ في مدينة المكلا بحضرموت أول حصة تدريبية له بقيادة المدرب الوطني الكابتن سامي نعاش، استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تقام في مدينتي أربيل وكربلاء بالعراق. ولفت نعاش إلى أن مجموعة منتخبنا في التصفيات المشتركة معقولة، وهنالك إمكانية للمنتخب اليمني للظهور الجيد والمنافسة متى ما توفرت الرغبة والإمكانيات لذلك، موضحا أنه بدأ مرحلة جديدة مع المنتخب بوجود 30 لاعبا وثلاثة محترفين بالخارج، وسيعمل على اختيار أفضل العناصر. وأشار نعاش إلى أن المنتخب يحتاج من أجل المنافسة بقوة إلى معسكرات خارجية ومباريات تجريبية مع استقرار نفسي ومعنوي للاعبين ودعم إعلامي. وتقام منافسات دور المجموعات بمشاركة 40 منتخبا في 8 مجموعات خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 وحتى يونيو 2020، حيث يتأهل 12 فريقا من أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز النهائي مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر. ماذا تريد أمريكا من الشرق الأوسط؟ تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفاً: ماذا جرى لمنطقتنا الشرق الأوسط؟ بدأ خروج بريطانيا وفرنسا من الشرق الأوسط مع بدايات الخمسينيات ونجاح حركة الضباط الأحرار في مصر وبداية حركات التحرير الوطني في المنطقة، وبدأت أمريكا تشعر بأن فراغا قد يحدث في المنطقة، وذلك في عهد الرئيس أيزنهاور ووزير خارجيته دالاس. وبالطبع كانت هناك خشية من دخول الاتحاد السوفيتي لملء ذلك الفراغ، خصوصا مع توجهات الرئيس جمال عبد الناصر في مصر. وجاء تأسيس الحلف المركزي المعروف بحلف بغداد محاولة لملء ذلك الفراغ، ثم جاءت أزمة السويس والعدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 ليضع نهاية لأي نفوذ أنجلو-فرنسي في المنطقة. وحاولت أمريكا أن تتقرب من مصر مستغلة موقفها المعارض للعدوان، ولكن الوقت قد تأخر كثيراً،
إذ توثقت العلاقات المصرية السوفيتية خصوصا في مجالات التسليح والمجالات الاقتصادية والمشروعات الصناعية الكبرى. شعرت أمريكا بأن هناك خطرا حقيقيا يهدد مصالحها الرئيسية في المنطقة والمتمثلة في الركيزتين النفط في السعودية والحليف الاستراتيجي إسرائيل. إذن ماذا تريد أمريكا من الشرق الأوسط؟ تريد الشرق الأوسط كما هو حاليا في حالة فوضى عارمة وعدم استقرار واقتتال داخلي وإشغال دويلتيها الإقليميتين الكبيرتين إيران وتركيا بمشكلات تبدو وجودية وإشغال نظم دوله بالقلق على العروش وكراسي الحكم والصراع حولها، وهكذا تضمن عدم قيام كيانات مستقلة تملك إرادتها وتتحكم في مقدراتها وتحافظ على الحقوق المشروعة لشعوبها المتمثلة في ثروتها وأراضيها ومقدساتها، وتبقى القوة العائدة إلى المنطقة بطموحاتها روسيا الاتحادية، وهذه قصة أخرى. تدخلت الشرطة النيوزلندية على وجه السرعة من أجل التعامل مع طيور بطريق استطابت العيش على ما يبدو في مكان لا يخطر على البال. الشرطة أعادت طيور البطريق إلى مكانها الطبيعي، فما هي القصة وراء ذلك؟ يعلق موقع الدي دبليو نيوزلندا: طيور بطريق تتسلل إلى مطعم والشرطة تتدخل. ليس سرا أن طيور البطريق تحاول الابتعاد قدر المستطاع عن الأماكن التي يتواجد فيها البشر، حيث تفضل هذه الحيوانات قضاء أوقاتها على الشاطئ أو في جزر معزولة تشتهر غالبا من انخفاض درجة حرارتها في فترة طويلة من السنة. لكن يبدو أن الأمر لا ينطبق على بعض طيور البطريق الفضولية والتي قامت بتصرف لا يخطر على البال. ففي العاصمة النيوزلندية ويلينغتون تدخلت الشرطة عقب العثور على طائري بطريق في مطعم للسوشي بالقرب من محطة سكك حديدية. وأفادت شرطة المدينة أن أحد طيور البطريق ألقي القبض عليه نهاية الأسبوع الماضي وفي وسط المدينة وأعيد إلى الميناء، إلا أن هذا الأخير عاد يوم الثلاثاء الماضي برفقة شريك له إلى مطعم السوشي. وأردفت أن قوات الشرطة أعادت طيور البطريق إلى البحر، وقد اهتمت بالخبر عدد من الصحف والمجلات الأجنبية بينها مجلة دير شبيغل الألمانية والجارديان البريطانية والإذاعات النيوزلندية. قد يساعدك لعب دور البطولة بجنازتك الوهمية في تكوين رؤية جديدة للحياة ومواجهة لحظة الموت الحتمية، هكذا تقول البي بي سي البريطانية، والتي تحدثت عن ظاهرة جديدة في بريطانيا حيث يقيم الناس جنازات لأنفسهم قبل الموت. وعن هنا الموقع: لماذا يختار كثيرون إقامة جنازات لأنفسهم وهم أحياء؟ وقال الموقع إن الجنازة الوهمية تمنحهم فرصة لوداع أحبائهم، وليس هذا فقط بل سيستمع الشخص كل الكلمات اللطيفة التي قد تقال عن بعد رحيله أيضا. ويقول الأشخاص الذين أقاموا جنازات لأنفسهم إن هذه الممارسة تكتسب شعبية كبيرة في المملكة المتحدة. وبدأ تقليد إقامة جنازة لشخص على قيد الحياة فعليا في كوريا الجنوبية واليابان، وقد يكون لها أثر إيجابي على الصحة العقلية. فقد كشفت دراسة أجريت عام 2009 أن التفكير في الموت لخمس دقائق يوميا ولمدة أسبوع واحد فقط قد قلل من الأفكار الكئيبة التي تنتاب الإنسان. مسؤول كنيسة أقام الجنازات لمدة 30 عاما في إنجلترا يقول: كنت دائما معجبا بالإشادات وكلمات المديح من جانب أصدقائي وأقارب الموتى المتوفى، وكنت أسألهم إن كانوا قد قالوا شيئا كهذا للشخص عندما كان على قيد الحياة، وغالبا كانت إجابتهم بالنفي. ووجد مسؤول الكنيسة أن بإمكانه دفع الناس في بريطانيا التي تسيطر عليها ثقافة كبت العواطف والمشاعر إلى الإفصاح عن عواطفهم ومشاعرهم تجاه من يحبون دون حرج. بالتزامن مع الذكرى 50 لإطلاق أبولو 11 نحو القمر، حدث خسوف جزئي للقمر، وكانت السماء صافية في معظم أنحاء العالم، ما أتاح للناس رؤية واضحة للظاهرة خاصة في أستراليا وأفريقيا ومعظم آسيا. صحيفة الجارديان نشرت بعضا من الصور لظاهرة خسوف القمر من مختلف أنحاء العالم، وكانت هذه هي الأجمل منها والتي اخترناها لنعرضها لكم في جولتنا المصورة.
تقول رسمة واحدة ما لم تقله عشرات المقالات، ذلك ما أثبته عدد ليس قليل من رسامي الكاريكاتير العرب الذين استعرض جزءا من إنتاجهم في جولتنا التالية. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكراً على المتابعة، إلى اللقاء.